محمد الطلبي، اهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا على الاستضافه. مرحبا سي الطلبي، نقدموك باعتبارك انت في خدم هذا النقاش الان حول المؤتمر 11 لحزب الاتحاد الاشتراكي، وانت كنت يعني مرشح في المؤتمر التاسع. من المؤتمر التاسع الى الان وحنا عشيه المؤتمر 11، ما الذي تغير خلال هذه السنوات؟ الذي تغير هو انه نقترب كثيرا من الديمقراطيه الداخليه، ونبتعد عن المركزيه الديمقراطيه التي حكمت الحزب لمده طويله، وكانت كنظام له فوائد وملات وظروف. الان نحن نسير في اتجاه ديال الديمقراطيه، بحيث انه جميع الاجهزه تكون منتخبه. هذا وضع جديد وتكرس بالقوانين، ويتماشى كذلك مع قانون الاحزاب، ولو اننا كنا سابقين على قانون الاحزاب ونظمنا هذه العلاقات. هذا مستجد كبير ما بين المؤتمرين. نعم، حنا عشيه المؤتمر 11 وثيرت نقطه حول ترشح السيد الدريس رشقر للولايه الثالثه، هل كان من الضروري ان يطرح هذا الامر؟ هذا اولا، رسميا الاخ دريس رشقر لم يقدم ترشيحه لولايه ثالثه، والموضوع كله نقاش بين المناضلين الذين يساندون ويطالبون من الاخ دريس رشقر بان يترشح، والامر ترك المؤتمر الذي يقرر، لانه المؤتمر كما التعريفات ديالو هو اهلا على هيئه تقريريه داخل الاتحاد الاشتراكي، واللي من خلاله المناضلين يتخذوا القرارات وينتخبوا الاجهزه، وهم احرار في هذه العمليه. ولكن هل كان ضروري يعني هذا الامر هذا؟ يعني شنو ما الداعي او المحفز للولايه الثالثه؟ يعني طبعا يمكن الولايه الثالثه كاين جوج ولايات، شنو اعطى دريس الشقر للحزب باش نزيدوا الولايه الثالثه؟ وان كان هذا بطبيعه الحال نقاش داخلي داخل الحزب تاع الشراكه. هذا النقاش طرح كثيرا. احنا عانينا في 20 سنه الاخيره من عمليات انقسام، ومن عمليه ديال التشتت داخل الحزب. كنا في مناسبة كل انتخابات أو كل مؤتمر إلا ويكون هناك شرخ ويضيع منا أو نضيع من طرف منا. في هذه المرحلة الأخيرة، هذه العشر سنوات الأخيرة، أولا استطعنا أننا ننجحوا واحد الورش ديال المصالحة اللي بفضل ديالو رجعت مئات الأطر الاتحادية للحزب ديالها، بمعنى ولينا في هجرة مضادة داخل الحزب ماشي خارج الحزب. الناس ولات كترجع للحزب ديالها عوض ما كتخرج منه. استطعنا انه في الانتخابات الاخيره نتقدموا بمنطق الارقام من 20 الى 34، والذي يعتبر مهم، اعطى الحزب انه يكون هو الاول في المعارضه، وانه اعطى حمل ثقيل للحزب، لانه غيعود للوضع الطبيعي ديالو، انه خص حزب جديد. من هذا المنطلق المجموعة ديال الإخوان والأخوات في الأقاليم ولا البرلمانيين ولا المنتخبين اللي كيطالبوا باستمرارية ديال الأخ دريس رشقر، من منطق أن نستمروا في هذه العملية. ولا أخفيك أنه ولا عند الاتحاديين وأنا واحد منهم، ولا عندنا واحد الهاجس ولا خوف من لا من المؤتمرات ولا من الانتخابات، لأن دائما كتعطينا المآسي. ففي كل مرة بعوض ما تكون المؤتمر لحظه ديال التجميع، تيكون لحظه ديال التفريقه، حتى انه البعض كيقول لك دي بلاش كاع المؤتمرات، تبغى يبقى الكاتب اول كل اللي بغى يبقى ما نغيروش كاع، غير نستمروا ونستقروا ونطوروا. اذا هذا الهاجس ربما يمكن فيه سلبيات، ولكن ولا حقيقي الى ان نصل الى قواعد نهائيه لتحمل المسؤوليه. فكنظن بانه ما زلنا في مرحله انتقاليه للبناء، اللي هي مرحله صعبه، لان الحزب في معارضه، والحزب خصو يتعاود يتبنى في الاقاليم وفي الجهات، وخصو يستعد 2026، لانه الى ما انطلقناش في الاعداد لها من الان، ماشي غير بالعنصر البشري نهيئه، ولكن بدراسه وبفهم ما يقع داخل المجتمع، لانه للاسف بحال هاد الصراعات الهامشيه كتضيع علينا بعض الوقت اللي كان خصنا نناقشوا فيه ما هو اهم، ما الذي وقع في الانتخابات الاخيره، كيف ولد تحالف ثلاثي لم يكن يعلم به احد،
كيف انه هذا التحالف اللي خارج المنطق وخارج السياسه ولا كائن يهيمن على البلاد او بتعبير ادق اصبح يتغول على جميع المؤسسات. لماذا نسمي ائتلاف غير منطقي؟ لان الاتحاد الشركي ماشي مكون فيه؟ لا ابدا، لانه بالنظره ما قبل الانتخابات والصراع الذي كان بين الاطراف اللي كانت الان متحالفه، اللي كان اما انهم كانوا يستبلدون المغاربه او ان هناك كان هذا الخطا ما ربما ديال اخر لحظه، لانه ما كانش ماشي بالضروري الاتحاد يكون في هذا التحالف، مع انه الفكره والافق والبرنامج التنموي كان الاتحاد الشركي في العمق ديالو، وبالتالي كان منطقيا انه يسعى انه يكون في الحكومه، لانه ما يمكنش ما كاينش شي حزب كيسعى انه يبقى في المعارضه او يبقى في الحكومه على حسب الوضع. كنا وكان بعض التقدير عند قياده الحزب وعند المناضلين بانه احنا تقدمنا في الارقام، وبانه التحالف السابق اللي خدمنا معه مازال قائم، ولكن ظهرت معطيات جديده ويمكن الايام غادي تكشف بزاف ديال كثير من الاشياء. تكلمت السي طالع على انه كان واحد التوجس والتخوف من عشيه كل مؤتمر، واش هذا التوجس ديال الانقسام وديال التشتت مطروح على عشيه المؤتمر هذه 10؟ لا اعتقد، لان الان على الاقل البنيات التنظيميه فروع واقاليم وجهات متماسكه، المجلس الوطني واللجنه التحضيريه متماسكين، المكتب السياسي متماسك، كاين اصوات ديال بعض الاخوه والاخوات اللي عندها مطالب، عندها طموحات ديال الكتابه الاولى وتقدم الترشيحات وكذا، هذه مسائل كلها ينظمها القانون، وحنا كما قلت لك حنا حزب ديمقراطي وكاين التعدديه، واللي قنع الاتحاديين مرحبا به، لان في اخر المطاف سيكون هناك صوت وهذا الصوت هو المحدد. نعم، بالنسبه للمرشحين الان تقريبا عندنا واحد 5 ولا 6 ديال المرشحين، باقي السيد الدريس شكر ما وضعش الترشيح ديالو، واش ممكن نقول بان في مرتبه متساويه هاد الترشيحات هذه؟ خصوصا البعض كيحاول يطعن ولا كيقدم اعتراض على اساس انه ما كاينش انخراط ديال بعض المرشحين، خصوصا حسن بوزيد في التنظيم، وبالتالي شنو علاقتها وكذا؟ اولا الناس، وهذا سمعناه من الكاتب الاول باعتباره رئيس اللجنه التحضيريه، انه جميع الطلبات اللي توضعات لحد الساعه ستحال على اللجنه المختصه داخل المؤتمر، هي اللي غتبت فيها، بمعنى انه غيكون، وهذا معروف عادي في جميع المحطات، انه كاين الجهاز ديال البت هو اللي غادي يتلقى الترشيحات وغادي يعلن عليها، والناس اللي عنده الشروط ديال الترشيح وكذا راه لا يمكن ان نقبل اقصاء اي طرف، كما بدا نقبل مثلا، لانه اليوم اصبحنا حنا كنمشيو للقضاء من حيث المبدا، ما يمكنش تمنع اي حق للقضاء، حق التقاضي هذا حق مقدس، ولكن احنا امام حزب سياسي، حزب عريق كان تيحل المشاكل ديالو داخليا سواء بالنظام الداخلي او بالقانون الاساسي، ولكن كان الاعمق والاهم في هذا الشيء وكانت العلاقات الانسانيه وكانت علاقات رفاقيه اللي كتغلب على الجميع، وحنا تبعنا في محطات عديده كيف انه قياده الحزب ناقشت مع اشخاص معينين 3 أو 4 أو 5 لسنوات من اجل الاقناع ديالهم، وهاد الاخوان ما عمرهم مشاو للقضاء، والحزب ما عمرو خدا فيهم شي قرارات، ولكن مع ذلك كما قلت لك انا ما يمكنش نمنعوا الناس، غير عندنا تحفظ اخلاقي على هذه القضيه، ما حق التقاضي حق مشروع للجميع. بالنسبه انت سي طبيب في المؤتمر التاسع وضعت الترشيح ديالك، واش باقي عندك امل انه توضع الترشيح ديالك حتى في المؤتمر الحادي عشر، ام الامور تغيرت بشكل كبير؟ اولا الترشيح ديالي في المره السابقه املات ظروف معينه، وكان عندي قناعه شخصيه ديال انه ما يمكنش واحد الجيل اللي كنسميو راسنا حنا جيل الانتقال الديمقراطي، واللي حنا جينا من قطاع التلاميذ مناضلين وطلبه في معطلين وكذا، وكنا في جميع الاجهزه والهياكل ديال الحزب، فما يمكنش يبقاو نفس الوجوه اللي كانت كترشح، وانا ذاك كانوا 5 ديال المرشحين الله يرحم السي احمد الزايدي، وكان الاخ دريس شقار، والسي عبد الواحد الراضي، والاخ الحبيب المالكي، وكان النقاش، وانا كان عندي الهدف هو انه ديال امكانيه ديال
التغيير وديال انه جيل اخر يجي للقياده ممكنه، ودافعت على هذه الفكره. وكنظن بانه الرساله وصلت. من بعد منها لاحظنا بانه قل العدد ديال المرشحين. الان ها حنا لحد الساعه كاين مرشحين، وباقي الترشيحات غتبقى حتى نهار 28 طبق المقررات ديال اللجنه التحضيريه. دونك يمكن يكونوا عدد ديال الاسماء او كذا، وهذا ماشي ظاهره صحيه. غير حنا الاساسي هو النزاهه ديال صناديق الاقتراع، واللي هذا هو الاساسي. ويمكن يكونوا تا مراقبين او كذا، ما عندناش هذا المشكل ديال انه يكون التصويت كما لاحظنا راه في المجلس الوطني. ما كاينش امكانيه ديال تاجيل المؤتمر في خدمة هذا النقاش الساخن والحاد حفاظا على وحده الحزب ولا لا؟ لا اعتقد، لانه النقاش ساخن فعلا، ولكن راه ساخن لان الناس كتمشي كتنتخب مؤتمرين، الناس كدير قراءه في الاوراق. اذا ما فهمتش اذا كاينه شي سخونه خارج الهياكل الحزبيه ممكن، ولكن الداخل انا كنشوف الامور عاديه. ما البارح في الدار البيضاء وعدد ديال المدن كينتخبوا الناس المؤتمرين ديالهم، تيديروا دراسه في الورقات وكيديروا لقاءات مؤطره. فما ولكن هذا لا يمنع من انه النقاش خصو يبقى دائما مع الجميع، ولكن توقيف المؤتمر صعب، ولكن النقاش خصو يبقى مع الجميع وكل شيء. حيت ما يمكنش هذا حزب الناس كتجي لي وحنا غادي نجريو على الناس. كاين واحد الامر اخر المطرح، هو الملاحظ هو انه فقط النقاش عشيه المؤتمر نصب على من يخلف الكاتب العام على يترشح، والاصل هو انه فين هي الورقه السياسيه، فين هو الانتماء، فين هو الحضور المجتمعي ديال الحزب. هادشي واش ما عندوش مثلا واحد الحضور؟ الذي وقع هو انه جزء من الاعلام ركز على هذا الجانب ديال اشخاص معينين وديال ترشيحات معينه، وما ركزش كاينه ورقه سياسيه جيده وهي كتناقش ان الاقاليم تنقول جيده بمعنى ماشي مقبوله، مازال فيها النقاش، هذه ارضيه اوليه كما معروف. كاين مشروع تنظيمي واعد ولكن حتى هو باقي فيه النقاش، فيه تحفظات ديال المناضلين، كاين رفض العدد ديال البنود، رفض العدد ديال الاشياء، كاين اقتراحات جديده. اذا باقي ما وصلناش للورقه النهائيه. اذا هاد الجانب غطى، لان اليوم كنطرحوا اش من معارضه، هي معارضه اليوم في 2022 اش من معارضه، واش من كاين المعارضه ديالنا الفريق البرلماني راه تيقوم بالواجب ديالو، اشنو الدور ديالنا في المجتمع، كيف سنعارض في المجتمع، الاليات النقابيه والجمعويه اللي كيمتلكها الحزب. طب هاد النقاش للاسف ما كيتبرش فقط من هل سيترشح دريس الشجار العقده الثالثه، هم غير لن يترشح، من سيخلفوه. والخطير في هذه العمليه هو ديال انه حتى البناء التنظيمي ديال الحزب يسمح بالتداول، ولكن كيسمح به بواحد المسار عادي. حيت اليوم اللي تنقولوا حنا المؤتمر سيد نفسه هو انه المؤتمرين معروفين اللي غيتنتخبوا في اقاليم الكل يراقب، والناس يفترض ان هاد المرشحين خص يكون عندهم امتداد في الاقاليم وفي الجهات. الاليه ديال اختيار المؤتمرين سليمه؟ التصويت سيكون العمليه تمت بالتصويت باعتبار اختيار المؤتمرين، لانه البعض كيقول بانه من الان بدا التحكم في القاعده ديال المؤتمرين من اجل ضمان عهده ثالثه. الناس تنتخب المؤتمرين، هل سجلت في اقليم او فرع او جامعه تعيين عدم انتخاب؟ لم يسجل. دونك الان العمليه انطلقت، وعند كاين اليه ديال الطاعون، عند اللجنه مختصه اللي عنده متضرر في اي فرع عنده الحق يطرح التظلم ديالو، وكتجاوبوا اللجنه ديال الاخلاقيات في 48 ساعه وقراراتها غير قابله للطعن. وفيها راه فيها قاده وشيوخ ديال الحزب، راه منهم سي عبد الواحد الراضي واحد مجموعه القاده. كنظن هذو لن ما غاديش يسمحوا بالتزوير في فرع ولا كذا، شنو فرع غيغير؟ لا ما كاينش. ولكن هذه هو هجوم استباقي. يعني انا تنقول انا عوض من الناس طعن في وضع باقي ما تاسسش، هو يمشي يجيبوا مؤتمرين يحضروا الناس تكون عندهم في الاقاليم. وانا شخصيا عندي واحد الراي يمكن ما تخضعش به الان، يمكن تخضع به في المستقبل، هو انه من بين الاشياء ديال ترشيح الكتابه الاولى يكون واحد الشرط تنظيمي. ايوا يكون مثلا واحد التوقيعات ديال واحد 10% ديال المجلس الوطني،
ولا واحد 10 ولا 20 او 30 ما يهمنيش العدد وانا ماشي باغي نسد، ولكن باش تكون الترشيحات معقوله. كاين دابا واحد ما كيمثل حتى واحد في المجلس الوطني ما كيترشح، شكون كيصوت عليه؟ بعد هذاك المجلس الوطني الا ما عندكش فيه الناس اللي غتساندك ما عندكش اصوات. هذه من بين الاليات اللي غادي، بالاضافه انه مثلا في المره السابقه ملي اللي قبل ملي ترشحت انا كنا درنا بعمليه ديال البرنامج وكذا وناقشنا مع العموم وناقشنا في اقاريم وكذا. الان كنظن بانه هذه الشروط باش تكون ماشي كتسد الباب، ولكن باش تعطي دفعه ايضا، تعطي دفعه وكتعطي قيمه للترشيح مع الترشيح من اجل النقاش ايضا. النقاش مش ما يكونش ترشيح من اجل الترشيح، او لا كيولي هذاك الترشيح الكتابه الاولى في حد ذاته زعما شي انجاز خارق. ورانا كاين الاف اتحاديين اللي قادرين يترشحوا الكتابه الاولى ونترشحهم كاملين، ما يمكنش. سي الطالبي شكرا جزيلا لك على الاستضافه وكنتمنى لكم التوفيق.